السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا كده النهاردة هنعمل مع بعض صينية حلوة قوي، سهلة كده وسريعة، مش هتاخد منك اي وقت خالص ولا اي وقفة كتير، وفي نفس الوقت لذيذة كده والولاد هتحبها. وطبعا بعد الزهق كده من الاكل طول شهر رمضان وخارجين كده زهقانين من الاكل، فالصينية دي ما شاء الله هتعجبهم جدا وهتكون كده خفيفة وسهلة. اول حاجة كده معايا، انا هنا معايا لفة جلاش حوالي نص كيلو من الجلاش، والجلاش اللي انا مستخدماه ده الجلاش اللي هو بيبقى بالوزن مش اللي هو بتاع الشركات، يعني ده كده كان نص كيلو جلاش كان عندي في الفريزر، واللفة كده ايه يعني اتكسرت كده وتهربدت زي ما انتوا شايفين، طلعتها كده من الفريزر زي ما هي وبدأت اقطعها كده بالسكينة. يعني لو انت عندك لفة جلاش مش هتعرفي تفرديها، الوصفة دي تبقى حلوة قوي. اي جلاش عندك كده تقدري تحطيه عادي في الوصفة دي، مفيش في اي مشكلة. مسكتها كده قطعتها كلها زي ما انتوا شايفين بالسكينة كده، ما خدتش اي وقت خالص. بايدك كده بقى لو في ورقة لازقة في التانية بتعمليها كده بايدك عشان يبقى الورق كله كده ايه مش لازق في بعض. في صينية هنا، الصينية بتاعتي دي كانت صينية تقريبا مقاس 32، دهنتها كده دهنة كويسة من الزيت على السمنة، ده زيت على سمنة على زبدة، خليط كده انا عاملاه على بعضه. دهنت الصينية دهنة حلوة، وهنزل بقى بكمية الجلاش كلها مرة واحدة، يعني دي كده النص كيلو كله مرة واحدة كده، انا مش هعملها طبقتين، هي تبقى طبقة واحدة بس. هفرد كده بايدي واوزع كده في الصينيه كويس عشان ميبقاش حته عاليه عن حته، وهبدا بقى كده انزل بالسمنه دي زي ما قلت لكم، خليط من السمنه على الزبده على الزيت، شويه كده من الزيت صغيرين والباقي سمنه على زبده، حوالي كده نص كوبايه او نص كوبايه كان زيت شويه. دخلتها بقى الفرن، الصينيه علشان الجلاش يحمر حطيتها كده على الرف، والفرن كان درجه حرارته تقريبا 180. هبدأ بقى هنا احضر الخليط اللي انا هحطه على الجلاش. معايا هنا 3 وحدات من البيض وحوالي كوباية الا ربع من اللبن، وهنزل كده بشوية من الفلفل الاسمر وشوية كمان من البابريكا، وطبعا هظبط الملح، والملح خدي بالك اللي انت هتضيفيه هو اللي هيبقى الملح بتاع الصينية كلها، يعني هو ده الحد بتاعك، فما تقليش في الملح، يعني تبقى مثلا معلقة صغيرة كده من معلقة الشاي تقريبا ملح. قلب كده كله مع بعضه، بصوا يعني خطواتها سهلة جدا مفيش اي حاجة. على ما الصينية تطلع من الفرن هتكون انت محضرة الخليط ده. الصينية تقريبا بتاخد في الفرن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبيكون الجلاش احمر معاكي. ضفت هنا كمان نص ربطة كده من البقدونس المتقطع، وهنا كمان حوالي 4 وحدات كده من الفلفل الاخضر على الاحمر، هو ده المتوفر، اي فلفل عندك بتضيفيه. تقدري كمان هنا تضيفي قطع من الطماطم برضو الصغيره المتقطعه، بس انا عشان عندي حد من الولاد ما بيحبش الطماطم تبقى باينه في الاكل فما ضفتهاش. الصينيه بقى خارجه كده من الفرن سخنه لسه، هتنزلي بالخليط اللي انت عملتيه ده كده على الصينيه زي ما انت شايفه، وزعيه كده على الصينية كويس بالشكل ده كده. الخليط هينزل على الجلاش، الجلاش هيتشربه طبعا. هنرجع ندخل الصينية دي الفرن، بس مش هتاخد بقى وقت خالص، يعني تقريبا 5 دقايق وتشغلي لها الشواية. هنا بقى على الوش كده شوية من الجبنة الموتزاريلا، برضو الجبنة بتدي طعم حلو قوي بصراحة، يعني لو متوفرة عندك يعني بتبقى حلوة بجد، لو عندك اي نوع جبنة ممكن تحطيه. حطيت كده شوية جبنة موتزاريلا على الوش وهدخلها الفرن. انا ما كنتش قفلت الفرن، انا حطها بس 5 دقايق الاول والفرن لسه شغال، وبعد كده هقفل الفرن واشغل الشواية علشان الجبنة ايه تسيح معايا كده وتبقى حلوة. ما شاء الله بعد حوالي 10 دقايق كنت طلعتها بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، بجد طعمها تحفة. عجبت الولاد جدا، انا بصراحة اول مرة اعملها وما شاء الله عجبتهم جدا. كنت عاملاها كوجبة غدا، وكنت عاملة جنبها كمان لفة جلاش تانية، بس كنت عاملاها بالجبن، يعني كنت عاملة صينية كمان، بس كانت الصينية التانية كانت كان جلاش عادي، وكنت حاشياه جبنة رومي على جبنة شيدر. ما
ما شاء الله كان الأكل كويس جدا ومشبع، وكانوا مبسوطين قوي بالأكلة دي. الولاد طبعا كلهم بيحبوا الأكلات الخفيفة ديت، فما شاء الله هي كانت حلوة قوي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم طبعا ما تنسوش تحطوا اللايك، ولو أول مرة تعدي على قناتي اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. باي باي.